يحفظ ما يحفظ. قديم المهم لما جديد يمسك المايك ده بيغنيكم. قديم جديد والله كله اكون قفل الحلقه وانا بتكلم. يعني انا امدح ساي كل ما شاء الله كان جديد كسب. كان قديم الله يسلمك انت مكرم كتر خير الله يكرمك ويزيدك امين ويوفقك امين امين امين. يلا المساحه مفتوحه للجانب الايمن. انا رايته هنا اكثر زول في احبابي دي تكلمت كثير، لكن داير اقول انه الشيخ محمد حسن الماحي زاده الله امين امين جمال وهيبه وهو مكانه ربنا يعليه ان شاء الله ما شاء الله. بس كونه مدح لنا في حلقه من الحلقات للشيخ حياتي يكفي. يا سلام الله يكرمك كده حي لنا كل الحلقات الباقيه ان شاء الله بكرم الشيخ حياتي، لان ابواتنا قالوا اي حلقه اذا ماتت او الموت حقها بلغه المزيكا نام احيوها بالشيخ حياتي. مرحبا وانت حياتنا وحياه الجماعه وحياه الجمهور وزادك الله وربنا يكرمكم اجمعين وسيروا على عين الله ترعاكم. جزاك الله خير. ريان كل سنه وانت طيبه. انت طيبه الله يديك العافيه. يا ريان دار اقول لك انه المديح يعني الحمد لله يعني انتشر على نطاق واسع وكل الشعب السوداني تقريبا يعني اتجه للمديح. ايوه يعني بدل ما الزول يكون قاعد في البيت قاعد يكوي قاعد يغسل قاعد يعمل حاجه، زمان بيقول مثلا انا طرفي ساهر الليل ما بنومه كده، الناس دي بقت ماشيه وجايه الزول يدندن بنفسه عشان يضرب نفسه. صح. يقول لك البرنا والصلاه عليك يا حجانا وسيد الكمال كده، الناس بقت تدندن بالحاجات دي. الحاجات دي يعني كده المديح اثر في وجدان الشعب السوداني. تمام. دار اقول انه انت كزوله جيتي لقيتي المديح وصل. انت مع زوله جيتي الحمد لله يعني طرقتي باب المديح متاخره، وانت زوله ما جيتي قلت غيموني جيتي جاهزه. ايوه فانت رؤيتك شنو؟ يعني لل المديح يعني في كونه هو مثلا قدر يوصل للمرحله اللي احنا شايفينها هسي، رسالتك اللي انت شايفاها او الرؤيه اللي انت شايفاها انه الناس تمشي فيها لقدام يعني. والله الحمد لله طبعا زي ما قلتي الزول لو كان في حاجه ممكن كان زمان يغني، بس بقى بيمدح. دارك توصل يعني الرساله بتاعت التبشير بتاعت فرح الجماعه الناس الشريحه اللي قاعد بقت تدندن من امبارح المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل تحركاته وسكناته، دارك توصل لهم رساله بتاعت فرح وبتاعت تبشير. والله الحمد لله كل الناس اي بيت سوداني حاليا في الوقت الحالي ما بيخلق، حتى الطفل الصغير ممكن يدندن باي مدحه. يعني انا عندي بنت عمي الصغيره لما تسمع بكت العين من محمد بتبكي. يا سلام يعني صغيره شديد، فاول ما تسمعها البيت بتبكي يعني، فشوفي دي طفله صغيره، فما بالك الناس الكبار بيكونوا عاملين كيف. فالحمد لله يعني المديح بقى منتشر يعني في كل الحتات، ودي حاجه كويسه شديد يعني الحمد لله، فمعناه المداح دول كلهم ماشيين صح ماشيين في الطريق الصح. نعم فان شاء الله يا رب يعني لسه الناس تسعى لاكثر واكثر واكثر لحد ما المديح يصل العالميه ويصل لناس يعني برا السودان، والناس تمدح بلهجات مختلفه. نعم. يعني ما بس باللهجه السودانيه حقتنا نحن، لا نمدح العالمية. المديح بلهجات مختلفه بحاجات مختلفه بكلمات مختلفه عشان نصل نحن للعالميه في المديح ان شاء الله. ان شاء الله. انت طبعا جبتي ياسي سيره الاسره، قلت عندنا في البيت الطفل الصغير. ايوه طبعا انتم ما شاء الله اسره صوفيه اسره فنيه على نطاق واسع جدا. تحيه للاستاذ عاطف السماني، طبعا الزوله دي عاطف السماني عمه يا جماعه الناس ما عارفين. فتاثرك بالاستاذ عاطف السماني له التحيه، عنده تجربه ما شاء الله كبيره في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقوفك او وقوفه مع ريان عادل السماني، وبرضه تربطي لي جابتك بالاسره في الريف الشمالي، طبعا عبق صوفي كبير جدا منطقه السروره تمام، وزياراتك هناك اللي فيها المديح والكلام ده. تفضل. والله الحمد لله انا عبر الغناء بحيي عمي عاطف وبقول له ربنا ان شاء الله يجيبك بألف سلامة ان شاء الله يا رب. فصراحة هو ما قصر معي يعني في المديح، والأسرة ذاتها كانت دعماني يعني امي وابوي واخواتي، يعني كان برضو ما قصروا معي، كفوا معي شديد في المديح. عمي بلجأ له يعني في كله صغيرة وفي كله كبيرة. في المديح بالذات يعني بجي بقول له الحاجه دي بصححني فيها، مثلا الحاجه دي مثلا ما بتجي كويسه. أيوة. او كده. اما زياراتي في السوراب ف يعني طوالي انا بمشي السوراب في ليالي وكده، في اي بيعملوا ليالي فطوالي يعني انا بمشي. بتشاركي ولا حضور بس؟ والله احيانا بشارك واحيانا حضور. ربنا يزيدك. اللهم امين. في شايف في سؤال وراك الناس دي الشرط. شيخ عثمان تفضل. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
التحية للأخ محمد حسن الماحي والأخت ريان، وموفقين في الاختيار وأداء جميل ورائع. وسؤال موجه في الحقيقة كنت دارتها مع سؤال كنت دارتها لأخونا محمد حسن، سأل له لأخونا وما في داعي نكرره. وسؤال موجه لريان، ريان دي متهمة بأنه ما بتتحمل مديح أخونا مدسر عوض الجيد ومن هنا له التحية، فقالوا يعني متهمة أنه إذا جابوا لا أي مدحة ما بتقدر تحضر وتسمع. دارينا عارف يعني الأحفاد دي كيف ودت 200 كده معه. سؤالك على العين وعلى الرأس يا عثمان. أنا في مديح بيأثر فيني، يعني ما بقدر أتحمل أنه أنا أسمعه صراحة، حتى بس بسمع المطلع الأول وطوالي بقيف عليه، فما بقدر أواصل فيه. أيوة نعم، مدسر أخونا طبعا له التحية، زول جميل، زول مؤثر وزول عنده روح عالي في المديح فعلا، صاحب تطريب عالي. كلنا مرات بجهلي هنا مع عادي يعني الحكاية دي، لكن أنا دار أوصل المعلومة لأنه أنت يعني صاحب الزوج وصاحب أحوال عالية يعني. تسلم، الله يكرمك وإن شاء الله تبدع لنا اللي قدام. اللهم آمين، ونحن كلنا كمدح بنجيف معك بإذن الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. تسلم يا رب. نحن بعد كده خلاص، شكرا لكم يا شباب كلكم. نحن حنختم الحلقة خلاص، شكرا لك كثير محمد حسن الماحي، ربنا يزيدك ويقويك. آمين. وكلمة أخيرة للمشاهد الكريم والمستمع الكريم. قبل الكلمة الأخيرة عايز أشكر ناس الغنادين صراحة، عملوا معنا حاجة طيبة شديد فعلا. يعني لنا 3 يوم نحن بنلاقي الأخواننا صراحة، وغض النظر عن في حاجة في النفوس ولا كذا، ودي طبيعة الأمور لأنه في تنافس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاجة كعبة. مرحبا. لكن حسي القعدة بتاعت اليومين 3 ممكن تكون زادت الحاجة، ما بتاعت التنافس، ما بتاعت الحاجة جوا القلب ما طيبة، محبة والله صراحة. مرحبا. أنا غايت الحاجة دي حاسيها تماما، عشان كده وبعد ذاك أي ذول بيلبس توب. الكلام ده أنا بشكر به وناسا، والتحية خاصة للعاملين مخرجين، والتحية لكم خاصة كمان. الله يكرمك. أهلنا أسماء دنيا بقول لهم رمضان كريم عليكم إن شاء الله، والوالد وناس المسيد وكل الأحبة وكل من يعرف محمد حسن معي عبركم، وصلى الله عليه وسلم. الله يكرمك، شكرا لك كثير. ريان، أنا بحيي كل أهلي، بقول لهم رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير، وكل عام وانتم بألف خير. وكمان برضو بحيي ناس الغنى، بقول لهم بجد ما قصرتوا معانا وتعبتوا شديد، ربنا ان شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا رب. اللهم امين. اللهم شكرا آمين لكم وعلى كرم حضوركم. شكرا للفرقه الموسيقيه، شكرا لكل مدعى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحياتنا انا وزميلتي مشاعر، وتحيا كل فريق العمل. هنختم طبعا بالعمل المعروف في ختام هذه الليالي دائما، كل مقاييس الرسم. تفضلوا، ثمان لله. هذا الوطن أكثر وطن
تحب نبينا المصطفى ترجمة
في طعمه رسولنا صلاة ثم بعد السلام. أنا بشكو لك كلامي والوداد واللوعة في يقظتي ومنامي رسولنا صلاة ثم بعد سلامي لغرامي واحترامي رسولنا رسولنا صلاة ثم بعد سلامي لغرامي واحترامي رسولنا صلاة ثم بعد سلامي. على جلادي الرامي هو برضو مرامي رسولنا صلاة ثم بعد السلام. هل عسى إكرامي بالقبول والتوبة مولاي زيل إجرامي رسولنا صلاة ثم بعد سلامي إكرامي واحترامي رسولنا رسولنا صلاة ثم بعد سلامي بغرامي واحترامي رسولنا صلاة ثم بعد سلامي بغرامي واحترامي رسولنا رسولنا صلاة ثم بعد سلامي.